السلام عليكم خواتاتي وصحباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كلشي بخير. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانه ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي ندير واحد الشهيوه للعشاء سهله وزوينه وكتجي لذيذه بزاف. غادي ندير الرز بالدجاج والفلفله، كيجي كيحمق، انا بعدا كيعجبني وبغيت نشارك معكم. المهم ما نطولش عليكم بزاف، وكنشكر الناس اللي انضموا للقناه. مرحبا بالناس الجداد والناس القدام، شكرا لكم بزاف. واللي اول مره كيشوف القناه وعجباتو ما تنساوش عاونوني بلايك واشتركوا في القناه باش ان شاء الله يبقى يوصلكم الجديد. المهم ما نطولش لكم بزاف، حيت الا فاقت بنتي ما تخليني ندير حتى شي حاجه. انا راه كنستغل الفرصه غير ملي كتكون ناعسه. غادي نصايب معكم دابا العشاء، المهم ما نطولش عليكم. المهم البنات، انا غادي نهبط الكاميرا باش تبان لكم. غادي ناخذ عندي هنا الدجاج، انا وجدت كلشي باش يجيني الفيديو ساهل دغيا نصور. عندي هنايا الدجاج، غير هاد العظيمات ديال الدجاج والكبده والعنق، يعني الدجاج هذا كنديرو غير باش يبنن وصافي. الدجاج كتقدروا ديروا الكميه اللي بغيتوا، ديروا الفخيدات وديروا كميه كبيره ديال الدجاج. المهم الدجاج انا كندير غير شويه غير باش يبنن وصافي. عندي هنايا زلافه ديال الرز كلاص داك الصفر، والفلفله حمراء وخضراء، هادو تيعطيو اللون زوين، وكيعطيو هاد الفلفله الحمراء كتعطي حتى البنه زوينه. وعندي هنايا بصله وجوج دروز ديال الثومه صافي، والربيع قزبر والمعدنوس والزيت والعطريه. المهم اول حاجه غادي ندير هنايا الدجاج. بغيت نشارك معكم البنات هاد الاكله لحقاش كتعجبني. الرز بالدجاج كيجي زوين كيحمق، واللي داكو عندي كيعجبو، داكشي اللي بغيت نشاركو معاكم. انا اغلبيه كنديرو في العشاء. من دابا غادي نقطع البصله، غادي نقطعها رقيقه، وندير الثومه نحكها وقزبر المعدنوس والعطريه. هانتوما البنات، هنايا قطعت البصله رقيقه شويه، وغادي نحك الثومه، نحك بحال هكا رقيقه، وندير القزبر والمعدنوس صافي، والعطريه والزيت. انا غادي نوريكم العطريه اللي غادي ندير. عطي البنات هاد الرز كيجي زوين كيحمق، انا بعدا كيعجبني وحتى راجلي كيعجبو. انا بعد مرات كندير فيه غير بحال هكا العظيمات ديال الدجاج والعنيير والكبيضه باش كيطلقو البنة صافي. دابا هنا حكيت التومة، وغادي ندير القزبر والمعدنوس. البنات كيما شفتو هنايا درت كيما قلت لكم، درت البصله قطعتها رقيقه، وحكيت جوج دروز ديال الثومه والقزبر والمعدنوس. دابا غادي ندير العطريه، غادي نقرب الكاميرا باش يبان لكم. انا كنزرب حيت الا فاقت ليا بنتي ما كتخليني ندير والو. بالنسبه للعطريه كندير شويه البزار، المهم العطريه كديروا غير حسب الرز اللي نتوما دايرين ولا حسب الدجاج اللي دايرين. انا داير غير شويه ديال داك الظهر ديال الدجاج والعنيه والكبيده وزلافه ديال الرز، ما نديرهاش بزاف. غادي ندير شويه ديال الخرقوم البلدي، شويه داك
خلقهم بدي اسكنجبير الله يستر عرفت مالي تلفت اسكنجبير وخلقهم البلدان البزار وشوية الكامون. قولوا لي البنات علاش كدير فيه الكامون كيجي فيه رائع وزوين كيعطي فيه واحد المذاق زوين وشوية الملحة وكندير فيه شوية السمن واحد نص معلقة صغيرة ديال السمن غندير الزيت جوج معالق كبار ديال الزيت وهنايا البنات عندي نص معلقة ديال السمن حتى هو كيجي فيه زوين دابا غادي ندير شويه الماء باش نقلي صافي كنخوي شويه الماء غير باش تقلل لي ديك العطريه وصافي وغادي ندي فوق البوطه يتشحر صافي ندي فوق البوطه حتى كيتشحر داكشي مزيان المهم نتوما غتشوفوا معايا هانتوما البنات ها هو داكشي اللي درت معكم تقلى مزيان داك الدجاج مع البصله والعطريه انا خليته كيتقلى وبنتي بدات كتبكي ومشيت هزيتها المهم ها هو تقلى مزيان زدت عليه شويه الماء ودابا غادي ندير الماء الكافي فاش غادي يطيب غادي ندير عليه الماء فاش غادي يطيب شويه الدجاج صافي ونزيد عليه الرز صافي غادي يطيب غير شويه واحد تقريبا واحد ربع ساعه بحال هكاك صافي غادي نزيد عليه الرز بالنسبه لبنات الفلفل انا كنقطع رقيقه ماشي كتكون رقيقة بزاف بين وبين باش كتجي عاطية المنظر وحتى المذاق الفلفلة الحمراء والخضراء كيعطي واحد البنة زوينة والدجاج كديرو اللي بغيتو كديرو القياس اللي بغيتو انا درت غير واحد شوية ديال راكم شفتو معايا الدجاج واحد شوية ديال الظهر ديالو ديال الدجاج غير العضومة وصافي غير باش يبنو وصافي صافي البنات انا قطعت الفلفله بحال ما هكا رقيقه شويه ماشي بزاف غادي ندير هنايا في هاد الزلافه وهنايا كناخذ الروز كنغسلو مزيان انا خليته كيطيب تقريبا واحد 15 دقيقه بحال هكاك ربع ساعه دابا غادي ندير الروز والفلفله البنات غير جربوا هذا الروز كيجي زوين كيحمق صافي غادي ندير دابا الفلفله بنتي راها كتبكي عرفتي انا كنزرب باش نمشي عندها غادي ندير دابا الماء الكافي اللي غادي يطيب ليا فيها الروز صافي ونسد عليه ونخليه يطيب انا هاد الدجاج انا درت غير بحال ما هكا غير شويه العضومه غير باش يبنن وصافي بالنسبه للماء غادي ندير الماء الكافي اللي غادي يطيب ليا فيه الرز و الا بان ليا خاصو شويه الماء نزيد شويه وصافي المهم هو الرز كيبغي يكون ناشف باش كيجي زوين كيجي معزول حبه حبه كيجي زوين صافي دابا غنخليه يطيب على خاطر دابا غنسد عليه ونخليه يطيب على خاطرو نقص عليه البوطه ونخليه يطيب المهم اللي غيطيب البنات غنرجع معاكم
صافي البنات، العشاء ديالنا ها هو طاب، غنطفيت عليه البوطه، نخليه غير برد شويه صافي ونتعشاو. هانتوما البنات كيفاش كيجي، كيجي كيشهي وكيجي بنين وزوين، غير جربوا ردوا عليا الخبر. المهم البنات جربوا هالطريقه ديال الروز، راه كيجي زوين ولذيذ، كيجي رائع. انا بعدا كيحمقني واللي ذاقوا عندي كيحمق عليه. هانتوما راني حطيته كيبرد، غير يبرد شويه وغادي نتعشاو. ودابا غادي نوجد واحد العصير ديال الرمان بواحد الطريقه اللي كنت فايته مشاركها معكم. المهم فيديو ان شاء الله واحد اخر غادي نشارك معكم العصير ديال الرمان ان شاء الله، كيجي زوين بزاف. المهم خليتكم على خير، غادي نمشيو نتعشاو. خليتكم على خير، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله نتلاقاو. بالسلامه عليكم، تهلاو ليا في روسكم.